مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم الدكتورة نور محمد علي طبيب اختصاص. تقدرون تتصلون بنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة لمعلومات، أي معلومات تحبون تعرفون عليها، أي مقترح وأي استشارة طبية، وأيضا أي شكوى على وزارة الصحة راح نكون نافذتكم على وزارة الصحة. نستضيف في برنامجنا عدد من الأطباء الاختصاصيين في مختلف الاختصاصات الطبية، كذلك مسؤولين من وزارة الصحة حتى يطلعون على آخر مستجدات الوزارة. خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى. معنا اليوم بالاستوديو الطبيبة الاستشارية دكتورة آسان علي قاسم مديرة مستشفى العلوية التعليمي. أهلا ومرحبا بك دكتورة اليوم ويانا. أهلا وسهلا، أتشرف بوجودي ياكم اليوم قناة الأيام. أهلا وسهلا، وأحب أعرف زيادة عن مستشفى العلوية التعليمي للولادة. نعم. يعتبر من المستشفيات القديمة والرائدة في جانب رصافة في بغداد. نعم. مستشفانا هو مستشفى تعليمي يحوي على مركزين، البورد العربي والعراقي لاختصاص النسائية والتوليد. يوجد في المستشفى كما تعرفون قسم النسائية والتوليد، صالات عمليات، صالة ولادة، متابعة حمل، عيادات استشارية، عيادة للتوليد وعيادة استشارية النسائية، وعيادة تنظيم الأسرة، عيادة عقم، عيادة الجراحة البولية النسائية، عيادة الكشف المبكر عن أمراض عنق الرحم وأمراض الثدي وسرطان الثدي وأمراض الأورام النسائية. تستقبل المستشفى يوميا استشاريات صباحية بوجود أطباء اختصاص وأطباء استشاريين. نبدأ دوامنا عادة من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 2 الظهر. بعد الظهر يستمر العمل في العيادات الخارجية، وجود شعبة طوارئ متكاملة، كادر متكامل نسائي وأطباء اختصاص على مدار 24 ساعة. نعم طبعاً أكيد. نقدم الخدمة للمواطنين، وإن شاء الله إن شاء الله نكون ما نقصروا أي مواطن إن شاء الله. مستشفى العلوية صراحة مشهود إلها بالتنظيم الجيد والخدمات الجيدة المقدمة للمريضات في هذه المستشفى. بصراحة هذا كله بدأ من أيام دكتور محمد علي الطويل. نعم. وبعد إجا دكتور محمد شابوك، دكتورة انتصار الله يرحمها، دكتور ألفت استشاري، دكتور ألفت. نعم. دكتورة مياسة. وإن شاء الله نستمر على نفس المسيرة. إن شاء الله كل التوفيق لحضراتكم إن شاء الله في تقدم ومستمر في هذه الخدمات إن شاء الله. دكتورة. أيضا مستشفانا يحوي على الجناح الخاص. نعم. برعاية دولة رئيس الوزراء. نعم. تم إعادة تأهيله وبدعم من المعالي وزير الصحة دكتور صالح الحسناوي. نعم. ومدير عام دائرة صحة بغداد دكتور رائد الياسين. تم إعادة تأهيل جناح الخاص مستشفى العلوية للولادة، وحاليا يستقبل، قبل كنا نستقبل فقط أثناء النهار عيادات استشارية. نعم. نسائية، حاليا لا، نستقبل عيادة استشارية صباحية، عيادة استشارية مسائية. نعم. وأيضا استقبال حالات الجراحة العامة النسائية. نعم. بوجود طبيب أطباء اختصاص جراحة عامة. نعم. وطبيب تخصص دقيق جراحة أورام. ممتاز إن شاء والحمد الله. لله إن شاء الله نقدم خدمة على الجانبين إن شاء الله. دكتورة خلينا نتحدث عن فحص المقبلين على الزواج، ما أهمية هذا الفحص وكيف يكشف لنا عن الأمراض اللي ممكن تكون مستقبلا اللي تنتقل للأولاد؟ وجود عندنا في المستشفى مختبر. نعم. المقبلين على فحص المقبلين على الزواج. نعم. هو بصراحة هذا يفيد جدا جدا بالحد من انتقال الأمراض الوراثية. نعم. التي تنتقل من جيل إلى آخر. كذلك الحد من انتقال الأمراض المعدية والأمراض الجنسية. نعم. والأمراض التهاب الكبد، أمراض الفيروسي بي وسي، مرض العوز المناعي. نعم. فهذه كلش احنا دا نحاول نوسعها. وحاليا ان شاء الله ان شاء الله راح يكون عندنا فحص الأمراض الدم الوراثية، مرض الثلاسيميا من ضمنها. نعم. هذا بالصراحة راح يفيد أنه يخفف من انتقال الأمراض الوراثية، يخفف من العبء اللي راح يصير على الأسرة بانتقال مرض وراثي، انتقال مرض وبائي مثل الكبد الفيروسي أو العوز المناعي، يخفف العبء على المؤسسات الصحية وعلى العائلة من تحمل هذه الأمراض. دكتورة بالحديث عن التهاب الكبد الفيروسي نوع بي وسي، اليوم نطلع متابعاتنا على أنه كيفية انتقاله من الأم إلى الجنين في حالة الولادة، هل ينتقل هذا المرض من الأم إلى الجنين؟
المرض طبعا التهاب الكبد الفيروسي بي وسي. نعم. أثناء الحمل ما ينتقل من الأم للطفل عن طريق المشيمة. نعم. بصراحة ممكن ينتقل بعد الولادة. نعم. نعم. بس أثناء الحمل لا, لا صعب الانتقال. نعم. أو نادرا ما ينتقل. نعم. العوز المناعي كذلك ممكن بنسبة بسيطة أثناء, نعم. الحمل أثناء الحمل بس ممكن ينتقل أثناء الولادة. أثناء الولادة نعم. دكتورة نتحدث عن مراحل الحمل الطبيعية, كيف يبدأ الحمل وما هي مراحلها وما هي النصائح الخاصة في مراحل الحمل؟ طبعا الحمل يبدأ هو عبارة عن 3 مراحل. نعم. تبدأ بالمرحلة الأولى من وقت الإخصاب. نعم. إلى الشهر الأسبوع 13. نعم. هي مرحلة تكوين الجنين. بهذه المرحلة الأم راح تبدي تعاني من الغثيان, الغثيان زيادة في التبول. نعم. تغير في المزاج. نعم. القلق في أثناء النوم. نعم. صعوبة في الأكل. فهي يعني انزعاج غير طبيعي. نعم. المرحلة الثانية تبدأ, هاي المرحلة تكوين الجنين. نعم. المرحلة الثانية راح تبدأ من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 27. نعم. هي مرحلة نمو الجنين. نعم. هاي المرحلة الأم هم راح تبدأ تعاني من زيادة في ثقل الثقل اللي تعاني. نعم. بهاي المرحلة راح تحتاج متابعة للنمو الجنين. نعم. في أسبوع 22 20 إلى 22 راح تحتاج متابعة فحص سونار للأعضاء الداخلية للجنين. نعم. اكتشاف إذا أكو أي مشاكل تشوهات داخلية. نعم. المرحلة الثالثة راح تبدأ من الأسبوع 28 إلى 40 أسبوع. هذه مرحلة هي النمو السريع للجنين راح يكون. هاي المرحلة راح تكون بصراحة عسر على الأم. أكيد. اللي هي ضيق النفس. نعم. صعوبة في الحركة, صعوبة في النوم. فراح تبدي التبول أكثر, مشاكل التبول أكيد أكثر, وراح تبدي المشاكل النفسية التهيؤ إلى الولادة. نعم. تبدي معاناتها. نعم. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى. دكتورة أصلاً نكمل حديثنا, تكلمنا عن الحمل الطبيعي وما هي مراحله, الآن نتكلم عن الحمل غير طبيعي. بعض الأحيان يكون الحمل غير طبيعي مثلاً الحمل خارج الرحم وغيرها من يعني الأعراض والأمور الأخرى, تفضلي دكتورة. الحمل الغير طبيعي ممكن. نعم. يكون حمل الخارج الرحم مثل ما تفضلتي دكتورة. نعم. أو الحمل العنقودي. نعم. الحمل الخارج الرحم المريضة راح تجينا تأخر بالدورة, أعراض. نعم. طبيعية مثل الحمل. نعم. بس ممكن تعاني من نزف رحمي بسيط مع آلام شديدة. نعم. تبدي الآلام أول, المريضة تحس بآلام شديدة تجي تقول أنا متأخرة علي الدورة شهر. نعم. ماكسيموم شهرين. نعم. أحيانا. وتحس بآلام أسفل البطن. نعم. أحيانا تحس آلام على الكتف. نعم. الأيمن. نعم. آلام جميع البطن ونزول دم بسيط, ومرات تجي نزول دم شديد. هذه المريضة من نسوي لها من توصلنا على المستشفى أو أحيانا تجي مشخصة. نعم. يجرى لها عمل فحص السونار مع فحص الحمل. نعم. بالدم وتبدي متابعتها. الفحص الحمل الخارج الرحم إلى عدة طرق بالعلاج. نعم. إذا كان بعده بالبداية فهو أكو بروتوكول خاص, وإحنا المستشفى كمستشفى تعليمي نتبع البروتوكولات. نعم. العالمية في علاجه. أكيد. إذا كان بعده بالبداية وممكن متابعته أنه المريضة نخليها تحت الملاحظة. ومتابعة ممكن هذا فترة بسيطة وينتهي بدون أي تدخل. أحياناً لا, نحتاج أنه يكون حسب قياسات محددة وحسب فحص حمل ويكون نسبة محددة. نبدي نعالجها علاج بالطبي أنه نعطيها علاج ونظل نتابعها بفحص الحمل. حالات ثانية لا, راح تحتاج تدخل جراحي حسب. نعم. حجم الحمل حسب. نعم. نسبة الفحص الحمل. نعم. راح تحتاج تدخل الجراحي. احنا بمستشفى العلوية عندنا تدخل ممكن عن طريق الناظور. نعم. اذا كان بعد بالبداية. نعم. او عن طريق فتح البطن. فهاي تجرى لها استئصال الأنبوب. نعم. وطبعا العملية الجراحية هم تكون حسب وضع المريضة. أكيد. نعم. اذا كان الأنبوب سليم الجهة الثانية والمريضة وضعها الأسري يعني. نعم. عندها عدد أطفال. نعم. ما عندها فترة عقم, الأنبوب الثاني جيد, ممكن استئصال هذا الأنبوب. نعم. بس إذا كانت تعاني من عقم أو الأنبوب الثاني بمشاكل كثيرة. نعم. فرح يكون أنه فتح الأنبوب تنظيفه ويرجع. نعم. يعني نحافظ لها على الأنبوب. نعم. طبعا حسب الدرجة أنه. نعم. كان مفجور لو لا. نعم. والحمل العنقودي دكتورة؟ الحمل العنقودي هو نوع آخر من الحمل. نعم. الغير طبيعي. راح أنه المريضة تكون حامل. نعم. ممكن يكون حمل عنقودي كامل او حمل عنقودي جزئي. جزء. اللي يكون به جزء طفل وجزء المشيمه, تكون هو مشكله بالمشيمه انه تكون. نعم. عباره عن زي مثل عناقيد العنب. نعم. فهذه ايضا انه متابعتها هم تكون سونار وحسب الفحوصات,
ويجرى لها الكورتاج الشفط الآلي وتبدأ متابعتها من بعد ما تخلص المريضة، تبدأ متابعة الهرمون الحمل متابعة إلى أن يصفر، بعدها نظل نتابعه يا المريضة. وطبعا البروتوكولات كلها هذه الحديثة نتبعها حاليا اللي هي تغيرت عن السابق، نبدأ نتابع المريضة إلى أن فحص الحمل يصير صفر أو ما يقارب الصفر، ننصحها فتره بسيطه انه ما تصير حامل، بعدها تبدي تعيش حياتها طبيعيه بشكل طبيعي. نعم دكتوره، ايضا موضوع الاسقاطات، الكثير من النساء تعاني من اسقاطات وبعض الاحيان اسقاطات متكرره. نعم. ومتعدده. نحب اليوم نعرف متابعاتنا على اهم الاسباب لهذه الاسقاطات. الاسقاطات طبعا هو فقدان الحمل التلقائي قبل الاسبوع ال24. نعم. المريضه راح تتعرض الى انه يا اما تحس فجاه نزول الكيس الجنيني او ما يسبق نزيف او خروج السائل الامنيوسي سائل الطفل يخرج قبله. اسباب الحمل، فقدان الحمل المبكر، الاسقاط هي كثيره. نعم. ممكن تكون ترجع للطفل نفسه او ترجع الى الام الحامل. نعم. الام الطفل نفسه ممكن تكون تشوهات جنينيه، اسقاط ممكن يكون في بدايه الحمل. نعم. اول ثلاث اشهر. نعم. ممكن يكون متاخر. فاكثرها هو الحمل انه يكون تشوهات جنينيه او. نعم. كروموسوميه في الطفل نفسه، هذه معظم اسباب الاسقاط بالثلاث اشهر الاولى. نعم. او يكون مشاكل في الام نفسها. كعمر الام. نعم. انه تكون عندها امراض مزمنه، اكو تشوهات او مشاكل او اورام داخل الرحم. نعم. مشاكل بعنق الرحم. انه تعرضت سابقا الى تمزق او احيانا تكون قطع علاجي في عنق الرحم فيكون. نعم. رخاوة بعنق الرحم، أحيانا هي رخاوة وراثية بعنق الرحم فتفقد، يصير إسقاط في الجزء الثاني من الحمل. نعم. مو بالجزء الأول. نعم. أمراض الأم مثل ما قلنا أكو أمراض وراثية موجودة بالأم نفسها. نعم. الذؤاب الاحمراري، الأمراض الفيروسية، الأمراض الفيروسية الأم إذا كانت مدخنة أو لا. نعم. السمنة. التوتر بالأم من الأسباب المهمة جدا. نعم. العنصر النفسي للأم. واحدة من الأسباب المهمة اللي إحنا كنا غافلين عنها. نعم صحيح. تعرضت إلى ضربة أو حادث شدة خارجية. نعم كلها تأثر. أيضا الولادة المبكرة. نعم. أيضا العديد من النساء يعانون من موضوع الولادة المبكرة، أيضا لها أسباب متعددة. اليوم طبيعي. خلينا نطلع المتابعات. الولادة المبكرة هي ما بين 28 أسبوع إلى 36 وستة أيام. فهذه يسموها ولادة مبكرة. أكو ولادة مبكرة شديدة اللي هي 28 أسبوع. الولادة المبكرة بين 28 و 32 وبين 32 إلى 36 وستة أيام. طبيعي هذه معظمها تكون ما لها أسباب، تبدي تقلصات مخاض عادية وتوسع في عنق الرحم وحدوث ولادة. أحيانا يكون أكو التهابات مهبلية نوع خاص من البكتيريا تؤدي إلى توسع عنق الرحم، إنه إفرازات تتغير. نعم. وإفرازات كيميائية تؤدي إلى انقباض، تقلص وانقباض وتوسع في عنق الرحم. نعم. وتؤدي إلى ولادة مبكرة. نعم. أمراض وراثية، عمر الأم صغيرة جدا أو كبيرة جدا هم تكون معرضة. الحوامل، الحمل المتعدد. نعم. التوائم الثنائية الثلاثية الرباعية هاي تكون إحدى الأسباب المهمة. أمراض الأم، ضغط، سكر، إنه زيادة في السائل الأمنيوسي. نعم. هاي من الأسباب المهمة اللي دائما نغفل عنها. نعم. في الوقت الحالي كثرة الأطفال الأنابيب، إنه الإرجاع أكثر من جنين فراح. نعم. يؤدي إلى توائم توائم متعددة. فهذا أي فهذا همينة من الأسباب المهمة. نعم. دكتورة بالنسبة لي على هو مثل ما يقولون المرضى إنه أبرة الرئة. نعم. اللي صار حاليا ترند للاسف، يعني تجي المراه الحامل تقول انا لازم اخذ هاي الابره، رايكم بهذا الموضوع اليوم؟ بصراحه علميا هذا فد شيء ترند عراقي. نعم. ماكو شيء اسمه المريضه لازم تاخذ ابره. نعم. الرئه، يعني انا دائما من تجيني المريضه عمتي قالت ليش ما اخذتي ابره الرئه؟ هذا. نعم. غلط، لان الدكسا البيتاميثازون هو المفروض احنا نعطي دائما بيتاميثازون. نعم. علميا احنا نعطي الدكساميثازون. نعم. الدكساميثازون الا مثل ما له فوائد الا اضرار. نعم. فهسه انه اني انطي اي مريضه تدخل لي دكساميثازون ثبت علميا انه اكو له تاثير على النمو العقلي وال الاعطاء او التقدم العلمي للطفل. نعم. يصير بيه تخلف. فاني ما انطيها لكل مريضه، المريضه المهدده بالضبط بولاده مبكره. هذه
نعطيها أبرة البيتا ميثازون أو الدكسا ميثازون اللي أنا متوقعة أنه راح تحصل لها الولادة خلال 48 ساعة أنا أنطيها أو أسبوع أنطيها الأبرة. لكن مو شيء أنه شرط أن يجون المريضات ماخذين فكرة أنه هم لازم يأخذون هاي الأبرة خصوصا بالشهر الثامن. إحنا ماكو شيء اسمه أنطيها ما بها مشكلة. نعم. مضر طالما مضر تنفع ماكو شيء. نعم. الأبرة كل دواء ينطي للمرأة الحامل هو موزون. نعم. يصير إحنا ننطي أي شيء نحسب فوائده على حساب مضاره في حال إنه يفيدها ننطيها. نعم. لأن هو ممكن ينطي المرأة الحامل إذا بدت أعراض ولادة مبكرة من إلى حد 34 أسبوع. نعم. وست أيام أو حتى 35 أسبوع. نعم. وست أيام ممكن يفيدها. نعم. بس بعد ذلك ما منه فائدة. نعم. بأضرار أكيد. نعم دكتورة، بالنسبة للولادة الطبيعية والعملية القيصرية أيضا الآن نلاحظ للأسف التوجه نحو العمليات القيصرية أكثر، وأصبح أيضا أنه كل حامل تريد عملية قيصرية. ما رأيكم اليوم بهذا الموضوع؟ بصراحة أنه رب العالمين خلقها ولادة طبيعية. نعم. يعني ما صارت مريم العذراء من ولدت ولادة طبيعي بدون أي. نعم. مساعدة. بس احنا صار الترند مثل ما قلتي حضرتك دكتوره انه المريضه تريد السهوله، اريد انام اقعد القى طفلي بصفي. نعم. هذا غلط. مثل ما الها الولاده الطبيعيه الها فائده، العمليه القيصريه اذا الها سبب اوكي ما منها مشكله. نعم. لا ضيره منه. نعم. بس ما الان ادخل والله لان اريد استعجل والمريضه تجي تقول امي قالت اختي قالت صاحبتي قالت والله اني اريد انام واقعد القى طفلي بصفي والعمليه. نعم. اسهل. لا، العملية القيصرية صحيح سهولة بوقتها لكن بس لها مضاعفات، يعني لها مضاعفات تخدير. نعم. نعم. لها مضاعفات كعملية جراحية. كل شيء اكو إلى فوائد إلى أضرار. نعم. يعني أني مريضة تاخذ تخدير ممكن ما تصحى منه إذا عندها تحسس من نوع. نعم. من أنواع التخدير، أدوية. نعم. التخدير ممكن المريضة تتعرض إلى مشاكل تنفسية. نعم. تتعرض إلى نزيف رحمي. بسبب الأدوية. نعم. فأني ليش أعرض شيء ما له داعي؟ أسباب للقيصرية هذه أوكي. نعم. ما بها إشكال، بس أسباب للطبيعي. اتصال دكتورة أبو حيدر من بغداد، تفضل أبو حيدر تسمعنا. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. صح على حوال رائد أحكي الدكتورة ولا الزحمة عليك. نعم تفضل، تسمعك الدكتورة وياك. إيه تفضل أبو حيدر نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتورة شلونك، عن اخبارك؟ اهلا وسهلا. الله. ابو حيدر نسمعك، تفضل سؤالك. يعني احكي دكتورة فدوى. تفضل يا تفضل سؤالك. دكتورة شلونك، عيني صح الاحوال؟ يا هلا بك، اهلا وسهلا. الله يحفظك دكتورة. يعني بداية الولادة ايش تاخذ الام؟ يعني حبوب سوالف هاي يأثر على. لا يابا، الولادة هي تبدي آلام الولادة وتقلصات الولادة. شكرا لاتصالك أبو حيدر، الدكتورة راح تجاوبك على سؤالك. شكرا لك، تفضل. ماكو شيء اسمه أنه نعطي المريضة حبوب حتى تزيد لها الولادة، لأن هاي كلها بيها مضار أنه تؤدي إلى انفجار الرحم. الإعطاء الخاطئ للأدوية. نعم. أثناء الولادة خطأ جدا. نعم. فإحنا دائما ننصح أنه المريضة يا أما تولد عند قابلة انه تكون عندها مجازه. نعم. عندها شهاده. والقابلات بالمناسبه انه عندهم فحص دوري. نعم. عندهم تدريب سنوي. نعم. وتاهيل سنوي يعاد. نعم. تدريبهم كل سنه. نعم. وشهادتهم تمنح شهاده سنويه. نعم. انه هي مجازه وعندها. نعم. دفتر صحي وعندها دفتر ولادات. نعم. فهي هذه القابله يا اما عند قابله مجازة او داخل المستشفى. بس اعطاء ادويه واعطاء حبوب بدون داعي لا. نعم. لأن الولادة هي تقلصات طبيعية تبدي. نعم. هي تبدي من نفسها، فليش احنا نتدخل بالطبيعة؟ نعم، إلا إذا كانت بحاجة صحية. نعم بالضبط، ويحددها الطبيب. نعم. احنا نتدخل. نعم دكتورة، نكمل حديثنا على موضوع الولادة الطبيعية والولادة. نعم. العملية القيصرية. طبعا توجد حالات معينة لأمهات يجب ولادتهم داخل المستشفى. احنا ما نفضل اي مريضه. نعم. انه تولد بالبيت. مثل ما قلنا اكو قابله مجازه او. نعم. مستشفيات. نعم. احنا بالعراق المريضه اللي تكون كبيره في العمر صغيره في العمر. نعم. يعني اللي عندهم عوامل خطوره، العمر، مريضه عندها ولادات متعدده. نعم. البكريه. نعم. اللي عندها امراض مثل الضغط، السكر، امراض. نعم. الغده، اي. نعم. مرض مزمن عند المريضة. نعم. الطفل يكون بوضع غير صحيح. نعم. الطفل الاعتلال المقعدي. نعم. الطفل المستعرض، الطفل طول المائل. الأم طول الأم
الام هي الام القصيره القصيره نعم هذه كان. الام الزياده في الوزن هذه كلها اسباب التوائم نعم الزياده في السائل الامينيوسي يعني هذه المريضات يسموهم معرضات للخطوره خطورة تقدم نعم. مشيمه قيصريه سابقه هاي ما المفروض تولد بالبيت نعم. او حتى عند قابله مجازه المفروض تولد داخل المستشفى لان تحتاج عنايه ومتابعه نعم شكرا دكتوره على المعلومات متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم أهلا بكم متابعينا مرة أخرى كمل حديثنا دكتورة موضوع تأخر الحمل والعقم أيضا من المشاكل الشائعة وللأسف تجينا العروسة 3 أشهر تقول أنا تأخر حملي أنا عندي عقم شلون نتلافى هذا الموضوع وش وقت الزوجين يفكرون أنه عندهم مشكلة ولازم يراجعون طبيب احنا مو 3 أشهر نعم 3 أشهر اول اسبوع تجي عمتها جايبتها وامها تريد تدور حمل طبعا طبيعي اذا عمر الزوجه وعمر الزوج عمر الزوجه بالذات احنا اذا تكون صغيره بالعمر ماكو داعي استعجل عليها يعني هي ممكن سنه الى سنتين يحصل الحمل التلقائي بدون اي تدخل بس اذا كانت عمر الزوجه بعد 35 سنة او عندها مشاكل او انه الزوج يعرف عنده مشاكل لا ذول يتابعون من مبكر نعم. اذا المريضه كبيره بالعمر او عندها مثلا مسوي عمليات بالبطن زائده دوديه او اي تدخلات بالبطن هاي تحتاج متابعه مبكره خلال 6 أشهر الاولى نعم. بعد 6 أشهر نبدي ندور لا نشغلهم باشياء ما لها داعي فعلا لان بصراحه المريضه اللي تتعرض الى يعني انا ابدي اولا ابدي بالزوج ما نعم. ابدي بالزوجه بالضبط يعني احنا يجونا مريضات معرضه الى سنين تاخذ من ادويه منشطه هي المشكلة ما بيها مشكلة نعم. المشكلة مو بيها فحص بسيط يعمل للزوج نكتشف به هواية أشياء ممكن نحتاج علاج بسيط إلى توعية دكتورة مجتمعنا بحاجة إلى توعية بهذا الموضوع لأنه بالضبط. يعتبروها أنه تخدش الرجولة وهذا بالضبط. الموضوع صراحة هو موضوع علمي وموضوع بسيط تحليل بسيط ممكن يحل مشاكل كبيرة وأيضا يوفر مبالغ مالية كبيرة جدا لأن علاج المرأة مكلف وأيضا حتى الفحوصات الهرمونية دكتورة جدا غالية هي علاج المرأة مكلف, مكلف. كفحوصات نعم. مكلف ومؤلم نعم. يعني المريضة مريضة من الزوجة الجديد أدزها أشعة ملونة للرحم صراحة جدا مؤلمة نعم. وما إلها داعي نعم. مريضة عندها أسباب كل فحص إلى أسبابه نعم. ما أجي أسوي فحوصات اعتباطية وفحص الزوج الحمد لله والشكر حاليا الشباب ترى عندهم وعي يعني هو يجي يطلب الفحص ففحص بسيط ممكن نكتشف شغله بسيطه يتعالج بضبط. والعيادات يفضل انه المريض يروح الطبيب تخصصي نعم. حاليا احنا بالعراق ترى انفتحت مراكز تخصصيه كثيره نعم. للعقم اكو اطباء تخصص عقم نعم. مثل ما اكو اطباء تخصص اورام انا يعني طبيبه نسائيه بس عام ما لي دخل بهذا الشيء فبصراحه نعم. يعني انصح جميع المرضى من محتاجة كعقم تروح نعم. الطبيب تخصص عقم لأن هو تخصص دقيق هو فعلا. أعلم بيها نعم. أعلم من عندي بيها أنا ممكن أتدخل كجراحة جراحة نسائية إيه بس ما أتدخل بشغلات أعالج كحامل إيه نعم. بس ما أتدخل بالتخصص الدقيق دقيق. العقم نعم. فيفضل أنه المريض يكون توجهه دائما للطبيب الصحيح نعم. دكتورة أيضا موضوع الزواج المبكر ايضا لاحظ بحياتنا كاطباء تجي المريضه عمرها 16 17 سنه عندها طفلين او 3 وهذه شنو مضاعفاتها وشنو مشاكلها على الام وعلى الاطفال المستقبليه؟ بصراحه احنا مو نشوف 2 و3 المريضه تجي بعدها ما مكمله 20 سنه نعم. وهي عندها 3 4 أطفال وقيصريات نعم. احد الاهم المشاكل التي تواجهها انه المريضه طفله الطفله بعدها ما مكتمله لا نمو جسدي نعم. ولا النمو العقلي انا احط عليها عبء عائله وعبء عمليات لان هي راح تكون معرضه لعمليات قيصريه نعم. يعني معظمهم يجون 4 عمليات هي عمرها 20 سنه نعم. يعني هذه بصراحه كارثه فهذه الطفله من يصير عندها عائله شلون راح تربيها نعم. فبصراحه يعني ممكن تمشي ويا مريضتين 3 20% 30% بس النسبه الاكبر لا بدنا نشوف مشاكل الطلاق اكثر نعم. يعني هي طفله صغيره ما راح تعرف تتعامل ويا الزوج ويا الطفل الجاي والطفل اللي بعده مو بس المشاكل انه ده يكون مشاكل زواج مبكر زواج مبكر وتعدد الاحمال يعني نعم. 6 أشهر بعدها ما مكمله بعد الولاده اذا مو بال40 هي حامل بالثاني نعم. يعني قيصريه على قيصريه فدول معظمهم ده ينتهون بمشاكل قيصريات متعدده اللي هي التصاق مشيمه نعم. يعني احنا جتنا مريضه 19 سنه
قيصريه رابعه انتهت باستئصال رحم بعدها طفله 19 سنه. فبصراحه هاي المشاكل هوايه نعاني منها وهوايه نصادفها بالمستشفى. دكتوره، ما هو العمر اللي تنصحون به علميا انه تكون الفتاه به مؤهله للزواج والانجاب بشكل يعني نفسي وجسدي، انها تكون مكتمله؟ يعني يتعدل 18 سنه ويفضل عمر بعد ال 20. يعني تكون نفسيا جسديا التركيب الجسم مالتها مكتمل، تكوين الحوض هي متهيئه. فتكون هذه مشاكلها كحمل راح تصير اسهل، كولاده تصير عليها اسهل، كل شيء يصير اسهل. هي كعقليا راح تقدر تربي اسره، احنا محتاجين اسر، محتاجين اسر ناضجه، يعني ام، الام هي اساس البيت. فمحتاجين ام ناضجه تعرف تربي جيل. يعني مو بس اكون اطفال، اكون اطفال يعني هم اساس البلد، فاكون جيل واعي. الام اللي واعيه راح تكون جيل ان شاء الله، ان شاء الله العراقيين مشهودين دائما وبكل مكان، فنريد نكون افضل ان شاء الله. ان شاء الله متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى، نكمل حديثنا دكتوره آثان. تكلمنا عن الزواج المبكر ومضاعفاته واضراره على الام وعلى الاطفال. الان نتكلم على موضوع تنظيم الاسره. ما هي اهم وسائل تنظيم الاسره وما اهميه تنظيم الاسره للام وايضا للعائله ككل؟ بصراحه وسائل تنظيم الاسره متعدده. وكل وسيله هي ممكن احنا نحددها للمريضه حسب وضعها. يعني احنا المريضه بعد الولاده يفضل انه تاخذ حبوب الرضاعه. وحاليا احنا في مستشفى العلويه وبصراحه وزاره الصحه مشكوره انه وفرت حبوب منع الحمل للمرضعات تعطى للمريضه مباشره بعد الولاده. ويا كارت الخروج احنا ننطي للمريضه الشيت وننصحها انه تتابع، عندنا عياده تنظيم اسره. حبوب منع الحمل الهرمون الواحد اللي هو البروجسترون المينيبل ننطيها للمريضه. بعد الست اشهر يبدي نغير نوع الحبوب الى الحبوب اللي هي الهرمونين. فهاي المريضه اذا ما عندها مضاعفات ضغط، سكر، امراض قلب، امراض تمنع من اعطاء هاي الحبوب، المريضه تقدر تكمل عليها. ممكن اكل لولب، اكل لولب النحاسي، لولب الهرموني، همينه المريضه لازم ما عندها اشياء تمنع استخدامه. الاوبر منع الحمل، الامبلانون، الشريحة، الكورد او الشريحه اللي ينحط بالايد، ممكن تحط المريضه بين اكو نوع سنه الى ثلاث سنين. الواقي الذكري. فهناك وسائل متعدده، ممكن اكو وسائل اللي ما تستخدم بها اي طريقه، هي المريضه تقدر يعني عده وسائل المريضه تعتمد على المريضه وزوجها هي ممكن تقوم بها. فاحنا ننصح دائما يكون اكو فراغ بين طفل وطفل على سنتين. تلحق الام تربي طفلها، تعتني به، ترضع رضاعه كامله، بعدها ممكن تكون الثاني. فكل ما يكون اكو تباعد زمن بين طفل وطفل، هي راح تكون الام راح تسترجع عافيتها اللي فقدتها بالحمل والولاده، تربي الطفل، تنشئه، تطي من حبها الكافي، مو طفل على طفل، بعدها ما مكمله الاول هي حامل بالثاني، الاول ما شبع من حنانها اجى الطفل الثاني، فنحتاج هذا التباعد ونحتاج انه الاسره تكون يعني محدوده متكاتفه. نعم، نلاحظ ايضا يعني عمليه هي عمليه قيصريه وتجي تريد حمل او هي فعلا حامل بالطفل الاخر بالضبط، بدون اي مباعده بين الحمل الاول وهذا الثاني. يعني هاي كلها مشاكل راح تكون على الام وايضا على الجنين راح طبعا، لان هي المريضه اكو هوايه مريضات يجون. انه ما تدري هي حامل. انه معتقده انه مجرد ترضع عمتها قلت لها هاي تطيش مناعه، الرضاعه ماكو شيء اسمه، ممكن تقلل نسبه الحمل بس ما تمنع الحمل. يعني يجون مريضات اربع اشهر وخمس اشهر الى ان تحس حركه الطفل، من يبدي الطفل يتحرك تبدي تحس انه اكو شيء ببطنها، تجي تدور، لان هي معتقده انه طالما ترضع ماكو دوره خلص. فالمفروض اكو مباعده، لان يعني مثل ما قلت لك دكتوره انه دا يجون هوايه عندهم مشاكل مع القيصريات متكرره. فاحنا ننصح دائما خصوصا مريضة القيصريه تصير تباعد بين حمل وحمل على الاقل سنتين. الجرح يلتئم، هي تقدر تشد حيلها حتى على الحمل الجاي. حتى انه تكون نسبه انه ما عندها سبب متكرر، انه نسبه انه تجيب طفل ولاده طبيعيه مره ثانيه اكثر. دكتوره، نتحدث الان عن محور اخر مهم جدا وهو الكشف المبكر عن الاورام، سواء اورام الثدي او ايضا اورام عنق الرحم. احب نسمع من عندكم يا دكتور. عندنا بالعلويه عياده الكشف المبكر عن الاورام النسائيه
وسرطان الثدي وعيادة الأمراض العنق الرحم. نعم. بصراحة هاي العيادتين شغالة وفعالة يوميا. نعم. من السبت إلى يوم الخميس من الساعة 8:30 الصبح إلى الساعة 1 الظهر. نعم. عندنا أطباء كشف مبكر، تخصص دقيق كشف. نعم. مبكر عن أمراض عنق الرحم والثدي. نعم. وعندنا طبيب تخصص دقيق عن الأورام النسائية والأورام السرطانية. نعم. تستقبل العيادة يومية الصبح في عيادة عنق الرحم. إحنا بصراحة أنا من هالمكان أنصح جميع النساء من عمر 25 سنة إلى عمر 50 سنة. نعم. أنه على الأقل مرة بالعمر تسوي كشف مبكر عن عنق الرحم. عنق الرحم هي مسحة بسيطة بس ممكن راح تكشف لنا أشياء كثيرة. أنه لأن إحنا ممكن نكتشف بداية تغيرات خلوية في عنق الرحم تغنيها عن أنه تدخل في سرطان عنق الرحم اللي يوصلون في مراحل متقدمة والمريضة ما تدري. نعم. ما تعرف أنه توصل تجي أنه هي واصلة المرحلة الرابعة من سرطان عنق الرحم. نعم. كذلك على الثدي، فحص الثدي، المريضة تبدي من عمر 40 سنة متابعة. المريضة اللي عندها تاريخ مرضي عائلي الثدي راح تكون أورام الثدي راح تكون الكشف في وقت أبكر. أبكر. نعم. عندنا في المستشفى متوفر أطباء للفحص المبكر. كذلك أكو فحص السونار، فحص. نعم. الماموغرام، أخذ العينات والخزعات موجودة كلها بمركزنا. نعم. مركز هي عيادة بصراحة عيادة. نعم. الكشف المبكر. عندنا أطباء من تحتاج المريضة اكتشافها أنه بداية سرطان أو سرطان تجرى لها العملية اللازمة داخل المستشفى. وإحنا أيضا نحب نطمن نسائنا أنه أغلب الأورام اللي تكتشف ممكن تكون حميدة. لأنه الكثير منهم يخافون أنه يجرون الفحص ليكون هذا الورم أنه يكون خبيث لا سمح الله. صراحة أنصح الجميع. نعم. أنه لا نصير مثل النعامة ندخل راسنا بالتراب. نعم. خلي أشوفها من البداية. نعم. فلذلك ننصح الجميع أنه فحصي من البداية تخلصين من مشاكل كثيرة. نسبة يعني الشفاء تكون أعلى. طبعاً طبعاً. تكون عالية خصوصا من يبدي التغيرات الخلوية بدايتها. نعم. حاليا بصراحة نلاحظ وجود مرض الثآليل الحليمي. نعم. منتشر عندنا بالعراق، فهذا ممكن احنا من بدايته نزيد مناعة الأم. المرأة نزيد مناعتها، نزيد معنوياتها. نعم. يعني مثل ما تعرفين دكتورة انه الحالة النفسية للمريض جدا جدا, جدا مهمة فعلا. فمن هي راح تلقى الدعم النفسي بالمستشفى بصراحة هذا يساعد جدا على الشفاء. الشفاء. نعم. فهي ممكن راح تخلص من مشكلة كبيرة بشغلة بسيطة هي. نعم. فحص مره واحده بالعمر خلي يفحصون تكتشف هوايه شغلات. نعم. وراح تخلص من عنده ان شاء الله الشفاء للجميع. وان شاء الله اليوم يسمعونا ويجرون هذا الفحص. متابعينا الكرام، فاصل اخير وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى. دكتوره، خلينا نتحدث الان عن الرضاعه الطبيعيه، فوائد للام وللطفل. خلينا اليوم نعرف متابعاتنا على هاي الفوائد. بصراحة احنا عندنا جروب في المستشفى العلوية، مستشفى العلوية هي مستشفى صديق الطفل. نعم. وحصلت على هذا اللقب بصراحة بوقت دكتور ألفت. يعني أنجز منجز كبير في مستشفى العلوية بالتأكيد على الرضاعة الطبيعية، وللآن احنا هذا البرنامج ماشيين به. نعم. الرضاعة الطبيعية مثل ما تعرفين دكتورة، الطفل جاي حليب جاهز دافي طيب، هو طبعا طعمه ما طيب بس جاهز بكل مكوناته، فيتامينز، مناعة. الأم إيش عندها مناعة أخذتها بالسابق، أجسام مضادة، نظيف يعطى للطفل مباشرة. غير أنه أكو تلامس بين الطفل وأمه، هذا أهم نقطة. الطفل يحس بالحنان، يحس بأمه. هذا راح يخليه يكون إنسان مستقر نفسيا وعاطفيا للمستقبل. الأم بالنسبة إلها الرضاعة كلش مهمة. أنه أولاً راح تحميها من مشاكل كثيرة، منها كسرطان ثدي. نعم. حتى سرطان الرحم. نعم. وسرطان المبيض تكون نسبته أقل. راح يرجع رحمها إلى وضع الطبيعي بصورة أسرع. نعم. فأني عندي شيء جاهز، ليش أتجه إلى الرضاعة الصناعية اللي أنا مدى أعرف شو أنطي طفلي. نعم. شنو من حليب، مكونات. نوع الحليب، مكوناته، المواد المضافة إلى، أنا دا أسمم طفلي بدون ما أدري. نعم. أعرض الطفل إلى أمراض كثيرة، أعرض إلى مشاكل الجهاز الهضمي.
فبصراحة أنه شيء موجود ومتوفر، ليش أنا ألجأ لشيء آخر صناعي؟ أيضا لاحظة دكتورة أنه زيادة بالوزن تكون بالأطفال اللي يأخذون الحليب الصناعي، ومشاكل أيضا مثل الربو القصبي والتحسس القصبي تكون أكثر عند الأطفال اللي يتناولون الحليب الصناعي. نعم بالضبط. نتكلم الآن عن موضوع آخر اللي هو تكيس المبايض أو متلازمة تكيس المبايض بوليسيستيك أوفري. ما هو هذا المرض؟ لاحظ أيضا بنات شابات في أعمار صغيرة يعانون من هذا الموضوع، وتأخر في موضوع الدورة الشهرية وغيرها من العلامات، ظهور شعر غير مرغوب به، إضافة لتفاصيل أخرى. نحب نسمع من حضرتك. بصراحة حاليا يعني زمان ما كنا نشوف تكيس المبايض بهذه النسبة. نعم. في الوقت الحالي بسبب تغير طبيعة الحياة، تغير طبيعة الأكل، الطعام، نعم، تغير زيادة السمنة، قلة الحركة، قلة الحركة، احنا البناتنا طول الوقت جالسين على الموبايلات ما تتحرك، تاكل نعم. الفاست فود، نعم، سمنة مو طبيعية مفرطة. زادت عندنا قابلية على انه مقاومة الانسولين. نعم. فهو متلازمة تكيس المبايض هي يعتبر جزء من مقاومة الانسولين. نعم. هي عبارة عن الاكياس الصغيرة التي تتكون في المبيض، ما توصل 10 ملي، نعم، توصل لحد معين وتتوقف. نعم. فنشوف انه المبيض داخله بالسونار داخله ابيض محاط بمثل العقده او القلاده السوداء. نعم. فهذا راح يؤدي الى زياده بالهرمونات، افراز تغير في الهرمونات. نعم. زياده بافراز هرمون الاندروجين اللي يؤدي الى ظهور الشعر، الحبوب، يؤدي الى زياده السمنه. نعم. يعني السمنه وتكيس المبايض كفان معا. فعلا. يصعد واحد ويا الثاني. نعم. فنشوف هو متلازمة طيف واسع. نعم. يا أما المريضة تجينا تحمل عادي دورتها طبيعية ولا تعرف، أو تجينا بالطرف الآخر أنه مريضة تجيها الدورة كل ست أشهر. نعم. كل سنة مرة. تأخر مع شعر شعر عدم قابلية على الإنجاب. نعم. سمنة مفرطة، حبوب، نشوف عندهم خطوط سوداء بالرقبة. نعم. يعني كل الطيف نشوف كل أعراض متلازمة التكيس. فبصراحة ننصح دائما البنات بمحاربة السمنة، الابتعاد مثل ما نقول، الرضاعة الطبيعية، الأكل الصحي الطبيعي، نعم، الحركة، ترك الموبايل يا بنات، ترك الموبايل، يعني هذا مشكلة العصر. مشكلة العصر. فهو مرض واسع، يعني هو طيف واسع. نعم. ننصح دائما بانه همنا نتوجه الى الطبيب متخصص. نعم. يعرف يعالجني، مو ينطيني ادويه بس مجرد انه صرف هل ادويه. هل هو علاج دكتوره؟ هل له علاج فعلي؟ يخفف. يخفف من الاعراض. ماكو شيء اسمه، لان هو حتى حاليا انه اسبابه الحقيقيه غير معروفه. غير معروفه. ممكن يكون جزء من مرض السكري. نعم. فاحنا بصراحه ننصح المريضات دائما انه نبدي نخفف من الوزن، لان مجرد 5% من نزول الوزن ممكن كل الاعراض. نعم. تختفي او تقل على الاقل، حتى قابليه الانجاب ممكن المريضه فجاه تحس انه يصير عندها حمل. نعم. بدون اي منشطات. نعم. فهو مرض واسع، فننصح بتخفيف الوزن، تغيير طريقة الحياة، طريقة الأكل، طريقة العيشة، النوم. النوم. نعم. كلش مهم. فياريت كل البنات يسمعون إن شاء الله اليوم يسمعونا. وشكرا للمعلومات القيمة دكتورة اليوم اللي قدمتيها بحلقتنا لهذا اليوم. متابعينا الكرام، شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي أنا الدكتورة نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن تعالى. إلى اللقاء.